الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة هي الطمأنينة وهي الوقار وهي السكون الذي ينزله الله عز وجل في قلب العبد عند 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 الشدائد، عند المخاوف، فتجد العبد ما ينزعج من من مما يحدث له من أقدار. لماذا؟ لأن في سكينة في النفس. السكينة هذه هي أول طريق حسن الظن، ولذلك الله عز وجل لما مدح المؤمنين قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا يا رب؟ قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل وضع هذه السكينة ليزداد المؤمن إيمانا وتعلقا بالله عز وجل. طيب ما هي الآية بعدها؟ قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات، هذا الآن جزاء من تغشته السكينة وحسن ظنه بربه وتعدى المسار حياته وأصبح ذو علاقة طيبة مع الله عز وجل، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ولاحظوا ماذا سمى الله عز وجل دخول الجنة، سماها فوز. وفعلا هو دخول الجنة فوز، لأن الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله إنه الفوز والغلبة وإنه العز يوم أن تخرج من هذه الدنيا وقد نجحت في الاختبارات. العبد المؤمن ما بين سراء تصيبه وما بين ضراء تصيبه. السراء إذا نزلت على العبد فإنها تنزل بفضل الله عز وجل ومنته، والضراء إذا نزلت على العبد فإنها تنزل بحكمة الله وتدبيره. إذن فالعبد يتقلب ما بين حكمة الله وما بين فضل الله. هذا منه هذا حسن الظن الذي ينظر لكل الأمور بمنظار حسن. لكن الذي لديه سوء ظن ماذا حاله؟ انظر إلى الآية التي بعدها، قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ليش؟ قال الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ما الذي جعلهم ينحدرون؟ سوء ظنهم برب العالمين. كيف حصل سوء ظنهم برب العالمين؟ سوء ظنهم برب العالمين أنه ما ظنوا أن الله يكتب أعمالهم، وما ظنوا أن الله يحصي أعمالهم، وما ظنوا أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يكلف العباد بعبادة الله عز وجل، وما ظنوا أن هناك يوم سيحاسبون فيه يوم القيامة، وما ظنوا غرهم حلم الله عز وجل. غرهم حلم الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إذن هذا الآن توضيح المسألة. هناك مؤمن أعطاه الله عز وجل السكينة في قلبه فتولد من السكينة حسن ظن بالله عز وجل، وهناك عبد منافق أو مشرك ساء ظنه بالله عز وجل فانقلب هذا السوء إلى حياته وأخلاقه وتعاملاته مع ربه. إذن عندنا حسن ظن وعندنا سوء ظن، وأقصى درجات سوء الظن ما يكون عليه الناس من سوء اعتقاد بالله عز وجل، فتجدهم مثلا لا يعتقدون وجوده أصلا. يعني الآن على وجه الأرض كم من إنسان ينكر وجود الله، وكم من إنسان يثبت أن الله موجود لكن يدعي أن لله ولد، وكم من إنسان يثبت أن الله موجود لكن يشرك معه في العبادة غيره. كم هؤلاء؟ بلاش أعطيك في الدنيا، سأنقلك إلى الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أهل التوحيد الخالص الذين حسن ظنهم بربهم وآمنوا أنه لا إله إلا هو قال أنهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. كم نسبتهم؟ هذه مشكلة التي يغفل عنها كثير من الناس. سوء الظن عندما الإنسان مثلا تأتي إليه مصيبة فيبدأ يدعو غير الله عز وجل. لماذا لا تدعو الله؟ لماذا يلجأ إلى الحسين ولا يلجأ إلى المهدي ولا يلجأ مدري إيش ولا يروح إلى العباس ولا يروح إلى السيدة نفيسة ولا ويبدأ يقف عند قبر هؤلاء ويبدأ يدعو الله؟ لماذا؟ هل سأظنك بالله إلى هذه الدرجة أن الله لا يجيبك؟ الذي يذبح لغير الله، الذي يذهب إلى السحرة والكهنة، لماذا هو ذهب إلى السحرة؟ ليستعين بهم على أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. لذلك كان السحر كفر
والذي يعتقد يخرج من ملة الإسلام، هذا الذي يعلق التمائم والتولة ويضعها في كتفه ولا في صدره، لماذا وضعت هذا؟ لأنه يعتمد عليها. هل ساء ظنك بالله إلى هذه الدرجة أنك تعتمد على خرقة ولا تعتمد على الله عز وجل؟ إذن يا إخواني، حسن الظن هو الاعتقاد الذي يكون في قلبك مع يعني تصل في هذا الاعتقاد إلى درجة اليقين والشك، إلى درجة اليقين وترفض الشك، هذا هو حسن الظن. حسن الظن هو أن ترجح جانب الخير على جانب الشر في كل شيء، في كل شيء، مهما تأتيك من أمر ستجد سبحان الله العظيم أنك تحسن ظنك بربنا. مثلا مات قريب لك، تحسن الظن بالله عز وجل، أكيد أنه ما مات إلا لحكمة يعلمها، انقضى عمره، الله عز وجل قدر عليه ذلك، لعله خفف عنه مصابه، لعله هذا حسن الظن. دائما يجنب جانب الخير على جانب الشر، عندما يصاب بمرض يغلب جانب الخير على جانب الشر، ما هو يقنط من رحمة الله أو يغضب على الله أو مثلا تجد أنه قانط من رحمة الله، لا لديه اعتقاد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل رحيم بعباده، وأن الله كريم، وأن الله قادر على كل شيء، وأن الله يدبر الأمور تدبيرا، تدبير اللطيف الحكيم الخبير الرحيم الحكيم، كل هذه في الله عز وجل. حكيم فيضع الأمور في مواضعها، خبير فهو أعرف بعباده ويعلم ما ينفعهم وما يضرهم، حليم ما يستعجل العباد فيعذبهم ولا ينتقم من عباده. ما رأيكم لو أن الله ينتقم من العبد كلما أخطأ، ماذا سيكون حال الناس؟ وأيضا رحيم بالعباد، رحمته وسعت كل شيء، أرحم بنا من أمهاتنا. هذا الذي جمع هذه الصفات، هل يمكن أن أي سوء ظنك فيه عندما يصيبك بمرض أو يصيبك بأي بلاء؟ لذلك المؤمن هو الذي، أو حسن الظن هو الذي يغلب جانب الخير على جانب الشر. ولذلك كان الحسن البصري يقول إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. لذلك إذا أردت أن تعرف من هو حسن الظن بالله، انظر إلى أعماله، انظر إلى كلامه، انظر إلى أقواله، تجد فيه الرضا، تجد فيه يعني حتى ولو لم يكن مقتنع لكن يقنع نفسه. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل به رحيم الحليم الحكيم جل جلاله. وهناك يا إخواني فرق بين حسن الظن بالله والغرور بالله، يعني هذه نقطة هنا، لأنه أحيانا بعض الناس تجد سبحان الله منهمك أحيانا في المعاصي وفي الذنوب، ثم إذا قلت له لماذا قال يا أخي الله غفور رحيم. لا هذا غرور، هذا ما هو حسن ظن بالله. ننتبه، وأنا سأتطرق لها بتفصيل لاحق، لكن أنا الآن لأني جالس أصل الموضوع حسن الظن، هناك فرق بين حسن الظن وبين الغرور. طيب أنت عشان تعرف ما هو الفرق بين حسن الظن وبين الغرور، اقرأ هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. من هم اللي يرجون رحمة الله؟ المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين والعاملين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله. إذن ليس العبد العاصي الفاسق البعيد عن ربه ثم بعد ذلك يقول الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكن إياك أن تنهمك في 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 الذنوب والمعاصي إلى رأسك ثم تقول يا أخي الله غفور رحيم، هذا غرور وليس حسن ظن، هذا غرور وهو ما غرك بربك الكريم. فلذلك الغرور مشكلة وحسن الظن مطلب. فحسن الظن هو الذي تجد أثر هذا الأمر في أعماله، حسن الظن هو الذي تجد أثر هذا الأمر في أعماله وفي أقواله. الظن في التعامل مع الله عز وجل، يعني أنا كم باقي على الوقت المحدد لي يا عبد الله؟ أبدا الوقت لك طال عمرك، باقي 10 دقائق لو بعد ما في مشكلة. طيب احنا نريد أن ننتقل الآن إلى 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 أمثلة عملية، علشان نشوف كيف كان الأنبياء، وهم الأنبياء هم قدواتنا في كل شيء، وهم ليسوا يعني جنس آخر من البشر نزل من السماء، لا هم مثلنا، يمرضون ويتألمون ويبكون ويموتون، مثلنا، بشر مثلنا، ولكن الله عز وجل أعطاهم درجات من الإيمان جعلتهم نموذج نحتذي به في كل أمور. فخلونا نأخذ مثلا موسى عليه الصلاة والسلام. موسى
يعني ناخذ التسلسل عشان تعرفون ما هو أو كيف كان ظن موسى بالله عز وجل. لما الله عز وجل بدأ يتكلم مع موسى وطلب منه الله عز وجل أن يذهب هو وأخوه وقال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا موسى يعرف هذا الطاغية ويعرف أن هذا مجرم، هذا ما هو شخص عادي فرعون، هذا جالس يدعي الألوهية ولا يمكن أن يرضى أبدا أن يأتي أحد فيفسد عليه ملكه ويفسد عليه جبروته وطغيانه الذي يخفى. فماذا قال الله له؟ هو قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. ماذا قال الله له؟ شوف هالكلمة الآن لما نزلت على موسى خلاص أحسن ظنه بالله فاتخذ قرارات عظيمة جدا في حياته، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، انطلق يا موسى أنا معك، أنا سندك، أنا عونك، أنا حاميك، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لا تخاف يا موسى إنني معكما أسمع وأرى. الآن هذا الذي تكلم مع موسى هو الله عز وجل، هذه الكلمة قذفت في قلب موسى، فماذا كان أثرها عليه؟ أول ما فعل ذهب إلى فرعون الطاغية، وقف في وجهه، من يقف في وجه فرعون؟ ذهبوا إليه وقالوا إنا رسول ربك. الآن أول كلمة قالوها أنهم كفروا به وآمنوا بربه وهو الله عز وجل. الآن تخيل أنتم المشهد، كيف قوة موسى وأخوه هارون بجواره وهم يقفون أمام هذا الطاغية الذي يدعي الألوهية ويقولون أنت كافر، ربك هو الله، ما هي ردة فعل فرعون؟ ولذلك زمجر وغاضب وقال ما علمت لكم من إله غيري، ويا هامان ابن الصرح لعلي أطلع إلى إله موسى وأني لا أظن من الكاذبين. بدأ يخبط يمنة ويسرة، هو يعرف أنه ليس من إله، وكان يخدع الناس بالسحر أو بالقوة والجبروت، فجاء من يفضح. فانظر الآن إلى هذا الموقف من هذا البسيط، هذا الرجل البسيط، يعني اثنين لا معهم جيوش ولا معهم قوات تدعمهم ولا معهم سلاح، ما معهم شيء، معهم واحد، معهم الله جل جلاله، فدفع هذا ظنه بالله أن يقف في وجه هذا الطاغية. هذا أول موقف. الموقف الثاني لما أعلن التحدي وقال له فرعون إن يعني أنت أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأتينك بسحر مثله. لماذا؟ لأن موسى عمل بعض يعني المعجزات أطلقها بين يدي هذا الطاغية، اللي هي العصا التي انقلبت إلى حية وأخرجتها فإذا هي بيضاء، فهذا الأمر أربك فرعون، لكن بعناد فرعون أراد أن يحاربه بسحرته الذين يعتمد عليهم في الإفساد. موسى عليه الصلاة والسلام ما قال نتفاوض، موعدكم يوم الزينة، وكان هو يوم عيد لدى الفراعنة في ذلك الوقت، وقيل أنه يوم عاشوراء، المهم يوم عظيم من الأيام المقدسة والمعظمة التي يجتمع فيها كل الناس يحتفلون. قال أنا ما راح أواجهك يا هذا الطاغية يا فرعون، أنا أواجهك في يوم الزينة. شوف التحدي، ما الذي دفع موسى لأن يقف في هذا الموقف ويحزم هذا الحزم؟ أنه مؤمن أن هناك رب خلفه سيحميه، هذا هو حسن الظن، خلاص أنا رفعت يدي إلى الله وربي أعانني وأعطاني ووعدني والله لن يخذلني. فوقف وبدأ الحوار بينه وبين السحرة، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول ما قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. هنا الآن يرجع إلى الصفة البشرية في هذا الإنسان، في موسى. موسى عليه الصلاة والسلام رأى حية تمشي أمامه، رأى هذه الحبال ثعابين تطوف أمامه، خاف، أوجس في نفسه خيفة موسى لأنه بشر، وهذا فيه رسالة لي ولك أنه بشر مثلنا، لكن هناك إيمان قوي. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى، يلا ألقي ما في يمينك يا موسى، فإذا هي تلقف ما كانوا يصنعون، كل سحرهم بطل في هذه العصا التي رماها، فإذا هذه العصا، لأن عصاه حية حقيقية وعصيان أولئك وحبالهم ما هي إلا تخييل لأعين الناس. ولذلك من هو أول من آمن بموسى؟ السحرة أنفسهم،
آمنا برب هارون وموسى، وألقي السحرة ساجدين. وهنا استشاط هذا الظالم جبروتا وغضبا، ثم بعد ذلك ما أراد أن يبطش بموسى في ذلك الموقف. لماذا؟ حتى لا يظهر انهزامه أمام بني إسرائيل وأمام الناس الذين اجتمعوا في هذا الموقف العظيم. فتأخر الأمر فترة من الزمن، فترة من الزمن تأخر، حتى حدثت مجموعة من المعجزات، وكل مرة كان موسى ينتصر. جاء القمل وجاءت الضفادع وجاء الدم والقحط وأشياء كثيرة تحدثت في بني إسرائيل، وكل مرة كان موسى هو الذي ينتصر. وهذا يعني لاحظوا تدبير الله عز وجل لموسى، أنه ما انتهى الحوار بينه وبين فرعون الطاغي في ذلك الموقف، لا، جلس وعاش موسى بين الناس. ومثل ما أن الله سبحانه وتعالى رب موسى في قصر فرعون وهو لا يشعر هذا الطاغية، جعل موسى يعيش في مصر يربي بني إسرائيل وهذا الطاغية مغفل. من الذي غفلها؟ الذي غفلها الله عز وجل وصده. لماذا؟ لأن هناك تدبير عظيم أن يخرج بني إسرائيل من هذا المقام إلى مقام آخر. ثم يأتي التحدي الأخير لما يرى أنه لن يؤمن القوم، وأنه كلما جاء بمعجزة لا يؤمنون له ويرفضون الإيمان به، لأنهم كانوا كل ما جاءت معجزة، كل ما مثلا لما جاء القوم قالوا يا موسى أدعنا ربك يرفع عنا ما نحن فيه ونحن سنؤمن، فإذا رفع البلاء لا يؤمن، نزلت الضفادع ونفس الشيء. المهم في سرد ليس هذا مقام. ففي الأخير قرر موسى أن يخرج ببني إسرائيل، لأن الله عز وجل أمره أن يخرج ببني إسرائيل، وفعلا خرج هو وبنو إسرائيل وانطلقوا إلى شرق الأرض، أقبلوا على البحر. الآن تخيلوا المشهد، البحر أمامه، وبنو إسرائيل خرج جزء كبير منهم، هم لم يخرجوا كلهم وإنما جزء كبير منهم خرجوا، ويقال أنهم كانوا مئات الآلاف، أنا لا أذكر الرقم. فلما وقف على البحر، البحر أمامه خلاص ما في طريق، وهذا فرعون غبار جيشه قد أقبل عليه، والناس حول في موسى يصيحون، فقراء مساكين أطفال نساء شيبان ضعوف، يعني كلهم ناس في حالة بائسة، ويصيحون يا موسى يا موسى إننا مدركون، يا موسى إننا مدركون. يا أخواني بالله تخيلوا الضغط، أنا ودي أنكم تتصورون الضغط النفسي الذي كان يعيشه موسى في هذه اللحظة. وأنا أعود وأقول هو إنسان، هو بشر، لكن ضاقت ضاقت ضاقت، وما كان يرد عليهم إلا إيش؟ يتذكر إنني معكم أسمع وراء، فيقول كلا إن معي ربي، كلا إن معي ربي سيهدي، والله ما يخذلني ربي وهو قال أنا معك أبدا. ودائما الله عز وجل عشان يأتي لك بالفرج ما يجي لك الفرج بسهولة، يضيق يضيق تضيق تضيق، حتى إذا ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. موسى كان معه عصا، هالعصا هذه يوم كان يواجه الطغاة انقلبت إلى حية، وبعد أن انقلبت الحية طول الأرض وهو يهش بها على غنمه ويستخدمها في مآرب أخرى له. الآن العصا هذه ستشتغل مرة أخرى، إذن هناك هذه العصا تأتي بأوامر من الله عز وجل. ما هو الأمر؟ اضرب بعصاك البحر، فيضرب بعصاه البحر، فيحدث أمر لا يخطر على بال أي إنسان. وهذا فيه رسالة لكل إنسان مكروب، عندما يقول لك الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، احسن ظنك بالله. هل كان يظن موسى، أسألكم بالله، هل كان موسى يظن أن في ذلك الموقف سيقف البحر أمامه كالجبال؟ مشهد عجيب غريب لا يخطر ببال إنسان، وفعلا ضرب، فإذا به ليس طريق واحد، 12 طريق تفتح في وسط البحر، فينطلق هو من معهم بني إسرائيل، ويأتي ذلك الطاغية، لأنه خلاص انعمى، انعمى الطاغية. يعني الآن أنت قاعد تشوف أمامك كل الآيات اللي جاء بها موسى ومع ذلك مصر ومستكبر، والآن تشوف البحر واقف كالجبال وما زال مصر ومستكبر، ويدخل هو وجيشه في وسط البحر. فلما رأى الله عز وجل أن خلاص الآن الموضوع قد اكتمل واللطف قد اكتمل، انطبق البحر على هذا الطاغية، فبدأ ينادي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المؤمنين، الآن وقد عصيت، قبل وكنت من المفسدين. فينجيه الله عز وجل لكل من خلفه آية. فلاحظوا معي يا إخواني وأخواتي موقف موسى عليه السلام، هذا هو حسن الظن. حسن الظن أنه أنت إذا اعتقدت أن الله عز وجل سينصرك لا تتردد،
لا تكن ضعيف، لا تكن رخوا في إيمانك، والله لا يمكن أن يخذلك الله عز وجل إذا صدقت في التوكل عليه. ولذلك ماذا يقول الله؟ أنا عند ظن عبدي بي. أنت عندما ترفع يديك إلى الله عز وجل تقول يا رب، الله عز وجل يدري ماذا تريد. يعني أنت الآن عندما ترفع يديك يعني ما يدري أنك مكروب، ما يدري أنك مريض تبغى العافية، ما يدري أنك مديون. بعض الناس يبدأ يقص قصة، أنا يا رب علي دين وعلي إقصاد وفلان يبغى مني تتعلم الله. الله عز وجل هو اللي قدر هذا كله. الله عز وجل ينظر إلى قلبك. أنت عندما دعوت الله أنت موقن ولا تقول أبجرب؟ إلا أن الله عز وجل لا يجرب. ولذلك حسن الظن إذن هو أن تغلب جانب الخير على جانب الشر، ويكون لديك اعتقاد جازم أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ومدبر لكل شيء. هذا محورنا الأول. يجب أن نعلم أن الله عز وجل يعاقب الإنسان لخطيئة بينه وبين ربه، مخفية عن الناس لكنها لا تخفى على الله عز وجل. فينكد الله عز وجل أحيانا الإنسان نوع، يعني ما نقول نؤكد كلمة ما هي طيبة، لكن قد يفسد الله عز وجل على الإنسان هذا شيء من حياته. يعني قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شفت الآية هذه جماعة ما أجملها؟ هذه الله عز وجل يوضح أنه في فساد انتشر في الأرض. هناك من استخدم المال في الربا، هناك من استخدم المنصب في الظلم، هناك من استخدم مثلا الزوج في التسلط، هناك من استخدم مثلا أنه أكبر الورثة بأكل حق الأبناء. يعني هناك وهناك وهناك أشياء كثيرة في الحياة. زين؟ ولذلك هؤلاء الأقوام عندما يفعلون فلذلك هؤلاء عندما مثلا يفعلون هذه الأمور ماذا يفعلون الله بهم؟ رحمة بهم يفسد عليهم ما تملكوا، فتجد عنده أولاد ولا يستفيد منهم، تجد عنده منصب وتجد أنه لا يعني لا يتمتع فيه، تجد عنده مال لكن يصرف هذا المال أحيانا في مرض ولا في شيء ولا في أي مصيبة، تجد عنده وقت ولكن فيه هم وفيه نكد وفيه كبت وفيه ضيقة صدر. فتش في نفسك يا إنسان، فتش في نفسك، ما وش المشكلة؟ في مشكلة بينك وبين الله؟ في مشكلة؟ يمكن في واحد مظلوم قاعد عليك الليل والنهار وانت ناسيه. قد يكون في شخص أنت أكلت حقه وانت ناسيه وهو قاعد يقوم في آخر الليل يدعي عليك وانت ما تشعر. قد وقد وقد فتش فتش. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أنه أرسل هذا الإفساد من أجل ماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، عشان ترجع، عشان تنتبه. لأن الله عز وجل إذا لم يحب من الإنسان الهداية يمده في طغيانه يعمى. يكره الله من في ناس ترى يكره الله من عباده، مثل المنافقين في غزوة تبوك، ما أعانهم الله أن يخرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قدوا القاعد. كره الله منهم الطاعة، ما يبغى منهم. لماذا؟ لأنهم هم منافقين أصلا لا يحبهم الله عز وجل، فكره الله منهم الطاعة فثبطهم. قد يجد الإنسان أحيانا في نفسه عدم القدرة على العمل. فتش في نفسك، انتبه انتبه. قد يكون عندك مشكلة كبيرة جدا أنت ناسيها تؤثر على علاقتك بربك. فإذا البلاء لما ينزل بالإنسان ومنه الهم والغم، يجب على الإنسان أن يفتش في نفسه. فإن كان رجل صالح ومؤمن وتقي ومصلح ما بينه وما بين الله وما بينه وما بين الناس، قد يكون هذا الأمر رفعة له وعز وخير له، لأنه أنت ما يصلح أنك تكون يعني تكون مثلا عندك النعمة هذه، يجب أن تسلب منك رحمة بك. قد أما إذا كان عنده مشكلة فمعنى انتبه، هذا تنبيه من الله عز وجل. وما في شك أن التربية لها دور، وإحنا إحنا إحنا نريد أن نتكلم، يعني ما نبغى نخلط بين أمرين، في حسن الظن بالله، في علاقة العبد مع الله، في حسن الظن بالناس، هذا شيء وهذا شيء. الإيمان درجات، وحسن الظن هذا عمل قلبي، ليس عمل، ليس من العبادات اللي هي العملية، وإنما من العبادات القلبية. ولذلك هو يتعلق بإيمان الإنسان، وكلما زاد قرب العبد من الله عز وجل وعلمه بالله عز وجل، كلما زاد خوفه من الله وحسن ظنه بالله وتعلقه بالله وعطاءه. ولذلك الإنسان الذي يريد أن ينمي حسن الظن في قلبه، الذي يريد أن ينمي حسن الظن في قلبه، ادرس أسماء الله الحسنى بكل عناية وافهمها وطبقها في حياتك. إذا أنت آمنت مثلا أن الله حكيم،
فسيقف يقر في قلبه أنه لا يمكن أن يكون شيء في هذا الكون إلا يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ينزل مرض إلا بحكمة من الله، ولا يرفع بلاء إلا بحكمة من الله، ولا يموت إنسان إلا بحكمة من الله، ولا يتسلط ظالم على مظلوم إلا بحكمة يعلمها الله. هناك أسرار كثيرة جدا نحن لا نعلمها، وهناك أمور في اللطف يعني يدبرها الله عز وجل لا ندبرها نحن. أنا أقول إذا أردنا أن ننمي حسن الظن بالله فلابد أننا نؤمن بأسماء الله ونجعل أثارها تطبق على أنفسنا. خلينا أعطيك مثال حي. شخص مريض مرض مزمن، هذا المريض مرض مزمن مثلا إعاقة أو مرض شديد كلى أو إلى آخره. قد يقول هذا الإنسان أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ أين الله الذي تقولون وأنا أدعيه ولا يستجيب؟ هذا المريض إذا كان فعلا يريد أن يحسن ظنه بالله يعني يبدأ يأخذ كل الأسماء، يعني يأخذ مثلا الاسم الأول أن الله عز وجل القدير. السؤال الآن، هذا الإنسان هل لديه شك أن الله قادر أن يشفيه؟ إذا عنده شك يقرأ قصة أيوب عليه الصلاة والسلام الذي جلس 16 سنة تساقط شعره ولحم جلده ولحمه وجلده وكرهه الناس ومات أولاده وذهب حلاله، وفي ضربة فاستربها في الأرض انفجرت الأرض تحت قدميه فشفاه الله عز وجل. الله قدير على كل شيء. المؤمن إيمانا جازما بقدرة الله يعلم أن الله يستطيع أن يشفيه، لكن يأتي إلى الخبير فيقرأ قول الله. يمكن أنا لو كنت متعافي وطيب كان يمكن أنا في طغيان، أو كان أنا في ظلم، أو كان أنا سافرت إلى ذلك البلد فوقعت في كذا وكذا. يعني قلنا حنا حسن الظن ما هو أن يعقلب جانب الخير على جانب الشر في التعامل مع الله، يعني يحسن ظنه بربه، ثم بعد ذلك ينظر إلى الرحيم، اسم الله الرحيم. من أرحم بك؟ أمك؟ لو كان العافية بيد أمك ألا تعطيك إياها؟ والله لا أمك ولا أمهات البشر تعادل إلا رحمة واحدة من رحمات الله المئة أنزلها الله في الأرض ووزعها بين العباد. فهو يؤمن إذن أن الله حكيم وأن الله خبير وأن الله قدير وأن الله رحيم، فيعرض هذا الأسماء على نفسه فيعلم نفسه ويدرب نفسه على الرضا. عندما يصل الإنسان إلى درجة الرضا فمعناه أنه أصبح ظنه حسنا بالله عز وجل. ثم ماذا يأخذ؟ يعني ينظر إلى الفضائل الأخرى. ما في شر يعني محض أبدا في حياته، أبدا ما في شر محض، كل شر نراه شر سنجد في بواطنه خير نعلمه أو لا نعلمه. فهذا مثلا المريض يبدأ يستعرض الأحاديث الأخرى، لا يزال البلاء في المؤمن حتى يلقى الله وليس معه خطيئة. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما إنك لو عدت عبدي فلان لوجدتني عنده. يبدأ يجيب الأحاديث هذه ويبدأ يرجو خيرها ويحتسب ويصبر ويتذكر دوما أن الله عز وجل يقول يوم القيامة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لاحظوا الآن ما الذي عمل هذا؟ غلب جانب الخير على جانب الشر، فتجد سبحان الله العظيم يطمئن وهنا يحسن ظنه بالله. يعني ولله المثل الأعلى، أنت أيتها الأم عندما تضربين ابنك لتؤدبيه، هذا الابن ماذا ينظر إلى ضربك؟ ينظر إلى ضربك له أنه تربية وأنه يعني منع من شر وأنه دعم للخير. لماذا هو يغلب جانب الخير فيك؟ لأنه يعلم أنك رحيمة به وأنك لا يمكن أن تضرينه وأنه هو أهم إنسان عندك في الحياة وإلى آخره. نريد تطبيق هذا الأمر في تعاملنا مع الله ولله المثل الأعلى، أنه يغلب في كل ما يأتينا من أقدار جانب الخير على جانب الشر، سنجد أننا نرتاح وأمورنا تسير إلى خير ويرزقنا الله الرضا. وهذا معنى الحديث يا أخواني الذي يقول فيه الله عز وجل من كانت الآخرة همه جعل الله إيش غناه في قلبه. هذا ما هو غنى القلب؟ غنى القلب هو الرضا.
غنى القلب القناعة، غنى القلب أن الإنسان يستقبل كل الأقدار بصدر الرحب. ولذلك يعني من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، خلاص هو راضي. يعني الله عز وجل لما ينظر إليك العبد وأنت تشوفك تتألم ويبتليك ويضغط، يعني تتعب في حياتك، ومع ذلك تقول شكرا يا رب أنا راضي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم. عشان كذا دائما شوف يا أخوان أهل الصبر هذولا يوم القيامة أجورهم ما هي مثل غيرهم، ما هي مثل غيرهم. وكل العبادات ترى المبنية اللي فيها مشقة اللي مبنية على الصبر أجورها ما لها حد. يعني الصوم كم حد، كم ما هو عطاء؟ الحج ما هو عطاء؟ العفو والصفح ما هو عطاء؟ هذه أمور تبي صبر. فأي عبادة مبنية على الصبر لا حد لثوابها. في فرق طبعا ما بين حسن الظن وما بين السذاجة والاستغفار. يعني الإنسان يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، والإنسان لا يكون إنسان يعني فيه غفلة لدرجة أن الناس تأخذ حقوقه وتظلمه وتهضمه ويتعامل معهم على أنه حسن. لا، هذا خلط غير صحيح، هذا خلط غير صحيح. وإحنا مثل ما قلنا أنه في فرق ما بين حسن الظن والغرور. الغرور اللي هو الإنسان اللي يقع في الذنوب وينهمك فيها ثم بعد ذلك يظن أن هذا هو حسن الظن بالله. لا، هذا ليس حسن الظن بالله. حسن الظن بالله أنك تعمل العبادة وتقول عسى ربي يتقبل مني، فلا تجعل المعصية تسري إلى نفسك. حسن الظن في التعامل مع الناس، يجب أن تتعامل مع الناس بحكمة، بمعرفة، بفطنة. لا تجعل الناس يأكلون حقوقك وأنت من باب أنه هذا حسن الظن. هذا ليس اسمه. في فرق ما بين حسن الظن والعفو. العفو متى يكون محمود؟ متى فعلا يكون الإنسان يستحق أن يقال له أنه إنسان قد عفى؟ عندما يكون قادر. العفو عند المقدرة. أما العاجز عندما يعفو فهذا يعني وكل الأمر إلى الله، ليس بيده شيء. لكن عندما يكون قادر ينتقم وقادر ينتصر ثم يسامح، هذا هو. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام متى سامح أهل مكة؟ لما خلاص أصبح السيف فوق رؤوسه، قال اذهبوا فأنتم طلقاء. فكانت هذه صفة العفو الحميدة للرسول عليه الصلاة والسلام. وحنا ذكرنا في يمكن في مجلس آخر أن العفو درجات. أنت كإنسان عندما تظلم مثلا أي مظلمة، فأنت إما لك حق أنك إما أنك تدعو على هذا الإنسان، أو أنك تطالب بحقك شرعا، أو أنك تؤخر الأمر إلى الله، أو أنك تسبح. هي أربع مرات. فمن عفى وأصلح فأجره، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لك الحق أنك تأخذ حقك، ولك الحق أنك تدعي، ولك هذا ولا تثريب عليك. لكن أفضلها وأسماها وأرفعها أنك تعفو وتصفح وترجو ما عند الله عز وجل من العطاء والثواب. فأنا أقول حسن الظن بالناس بلا قيود هذا نوع من السذاجة وليس نوع من الحكمة. الحكمة هي أن تضع الأمور في مواضعها. إنسان جالس يستغفلك، إنسان جالس يبتز أموالك، إنسان جالس يبتزك في عملك في أي مكانك، ثم تقول أخذوا على حسن الظن. لا لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. يجب أن تعلم أن حسن الظن له يعني درجة واضحة. إنسان أمامك لا جالس يستغل طيبتك ويستغل أخلاقك في أن يضرك، لا ضرر ولا ضرر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.